اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى هذه التغطيه المستمره معكم على شاشه اكسترا نيوز، نخصصها للحديث عن كافه واخر التطورات والمستجدات. في إطار سعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للتدخل المباشر لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وصل عدد المستفيدين على مستوى الجمهورية لأكثر من 19 مليون مستفيد بإجمالي متوسط تكلفة تزيد على 1,800,000,000 جنيه مصري. هذا وتتنوع المساعدات المقدمة للمستفيدين ما بين كراتين رمضانية ووجبات ساخنة وتوزيع لحوم وكروت مساعدات، بالإضافة لتوزيع الملابس وإعانات الزكاة وموائد الرحمن ومعارض السلع الغذائية المخفضة. هذا أيضا بالإضافة للقوافل الطبية المجانية متعددة التخصصات وكذلك الفعاليات الترفيهية المستمرة طوال الشهر الكريم. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا.
للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور مصطفى زمزم، عضو تحالف الوطني للعمل الأهلي التنويب. مرحبا بك فندم معنا إلى هذه التغطية على شاشة أكشن نيوز. الحقيقة إن هو أمر ليس بجديد طبعا، وخطوة تنظيمية جديدة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. كان شهدنا في الفترات الماضية نوع من التكاتف والملحمة الوطنية وتعاون فيما بين أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. لو تحدثنا باستفاضة وبشكل مفصل عن ما قدمتمه خلال هذا الموسم، أتحدث عن شهر رمضان الكريم. في الحقيقة يمكن زي ما حضرتك ذكرتي، وبقى في تنظيم جهود لكل مؤسسات أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على مستوى 27 محافظة. بيستفاد الآن على مدار شهر رمضان الكريم 19 مليون مستفيد من الخدمات الكراتين المواد الغذائية والجهود التي بتتم من خلال موائد الإفطار اليومية وتوزيع الوجبات الساخنة على جميع القرى المستفيدة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأيضا جميع المناطق الحدودية، وإضافة لذلك مناطق القاهرة الكبرى وبعض الأحياء السكنية الكبيرة التي يتم فيها الآن توزيع وجبات بشكل يومي لآلاف من الأسر، كما شاهدنا أول أمس من أكبر مائدة إفطار يمكن نظمتها مؤسسة حياة كريمة، واليوم بتنظم مؤسسة صناع الخير في الوراء وفي السيدة نفيسة وفي أسيوط وسوهاج بعض المحافظات جنوب الصعيد، أيضا توزيع آلاف من الوجبات وتوزيع المواد الغذائية، ومشاركة يمكن أكثر من 250 ألف متطوع من شباب التحالف الوطني المتطوعين داخل 34 كيان من كيانات التحالف الوطني المركزية، وده يمكن بيتم تنسيق مع أكثر من 15 ألف جمعية قاعدية منتشرة في كل المحافظات سواء بحري أو إبلي، ويمكن مستمرين إن شاء الله حتى آخر يوم في الشهر الكريم في توزيع حقائب مواد غذائية ووجبات ساخنة بشكل يومي، وأيضا تجهيز لأكبر حملة كساء في إسعاد الأطفال الأيتام بدخول العيد الفطر المبارك بإذن الله، واحتفالات يمكن يوم اليتيم اللي هي أول جمعة في شهر إبريل، بيتم أيضا التنظيم والتنسيق لكثير من أو عديد من الاحتفالات على مستوى 27 محافظة من خلال كل أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. نعم دكتور مصطفى، خليني أخذ من كلام حضرتك مسألة العمل التطوعي أو المتطوعين. كما حضرتك ذكرت يمكن جاري العمل في 27 محافظة، هذا التعاون والدور والجهد الكبير لحضراتكم ولأعضاء التحالف، الحقيقة المتوزع ما بين إعانات الزكاة، توزيع ملابس، توزيع وجبات غذائية، معارض حتى للسلع الغذائية، إلى أي مدى يعني كل هذه الأمور ساهمت في زيادة العمل التطوعي ما بين الشباب المصري؟ وهل هناك كان معايير أو عوامل بيتم على أساسها اختيار كل المتطوعين في هذه الأعمال؟ يمكن كلام حضرتك في النقطة دي مهم جدا، لأنه مضاعفة المجهودات اللي بيشاهدها التحالف الوطني سواء من معارض لتخفيض سعر السلع الغذائية والاستراتيجية، أو من خلال توزيع الوجبات ومواد الإفطار، أو من تعبئة وتغليف الكراتين، وأيضا من الحملة الكبرى التي قام بها التحالف على مدار الأسابيع الماضية وأيضا خلال شهر رمضان الكريم في تقديم مساعدات إلى أشقائنا في غزة، كان بينضم لنا آلاف من المتطوعين بشكل كبير من الجامعات المصرية والمدارس، أيضا مشاركة المدارس المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة في التعبئة وفي التغليف للمساعدات التي تقوم مؤسسات التحالف بإرسالها إلى أشقائنا في غزة، أو التوزيع من خلال الجامعات القاعدية في كل المحافظات. ده زود قاعدة كبيرة جدا من المتطوعين، يمكن تتعدى 100 ألف من شباب المدارس شباب الجامعات، وده كان بالنسبة لنا إضافة أو قيمة مضافة بتحصل لكثير من الأنشطة اللي كان يمكن موسم مزدحم جدا بكثير من التجهيزات ل 19 مليون مستفيد من خلال قواعد بيانات التحالف الوطني عمل الأهلي التنموي، أو من خلال آلاف الشاحنات اللي كنا بنجهزها وبنرسلها إلى أشقائنا في غزة، فكنا يمكن في أشد الاحتياج بشكل يومي إلى مئات بل آلاف من المتطوعين من شباب الجامعات والمدارس اللي كانوا بيشاركوا بشكل مكثف وبتواجد هيئات أعضاء التدريس سواء من الجامعات أو من المدارس الخاصة، وده الحقيقة كان بيضيف بشكل مثمر وشكل كبير إن يكون في جهود لهؤلاء الشباب، استمرارهم
في التعاون وفي الشراكة المستمرة مع الجامعات الأهلية الكبرى. لدينا أكثر من 45 ألف متطوع ينضموا لحياة كريمة الآن، دول 45 ألف أسرة بيمثلوهم بينقلوا ليهم معاني وقيم العمل التطوعي والعمل التنموي، وده بيأثر على كل الأسر وكل المناطق المحيطة بيهم. أنا بشكر حضرتك طبعا على أي حال دكتورة مصطفى زمزم عضو التحالف الوطني العمل الأهلية تنوي، شكرا جزيلا لحضرتك فندم على هذه المعلومات. جهود حثيثة يبذلها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في ربوعي الجمهورية، قدم من خلال مؤسساته وأماناته مساهمات ضخمة في موسم رمضان الحالي. المزيد مشاهدينا عن هذه الجهود يستعرضها لنا الزميل كريم الخولي، نتابع. أهلا بحضراتكم. استمرارا لجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وسعيه دائما للتدخل المباشر والسريع في جميع أنحاء الجمهورية بصورة كاملة، قدم التحالف مساهمات من خلال مؤسسات وأمانات المحافظات في الموسم الرمضاني الحالي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا. ونجح التحالف الوطني في تنفيذ مساهمات بإجمالي متوسط تكلفة بلغت 1,805,000,000 جنيه، لإجمالي عدد مستفيدين على مستوى الجمهورية بلغ 19,841,000 شخص. وتضمنت توزيعات المؤسسات 1,752,000 كرتونة غذائية رمضانية، بالإضافة إلى توزيع اللحوم بإجمالي 1,236 طن لحوم لنحو 1,365,000 مستفيد، بجانب توزيع وجبات ساخنة بإجمالية 10,813,000 وجبة، فضلا عن توزيع كروت وكوبونات مساعدات لنحو 203,000 مستفيد بتكلفة بلغت 81,200,000 جنيه. توزيعات المؤسسة تضمنت 6,000 قطعة ملابس ل3,000 مستفيد بتكلفة بلغت 2,100,000 جنيه، وحصول 178,120 مستفيد على إعانات بإجمالي متوسط تكلفة بلغت 35,624,000 جنيه، فضلا عن استمرار القوافل الطبية طوال شهر رمضان والإعداد لإقامة بعض الفعاليات والمسابقات الرمضانية. وفي الوقت نفسه قامت الأمانات بعدد من التوزيعات التي تضمنت 72,600 كرتونة رمضانية و106,900 وجبة ساخنة فطار وسحور بتكلفة بلغت 10,690,000 جنيه، بجانب إقامة 13 منفذا لبيع السلع المخفضة وإقامة موائد رحمن في العديد من المحافظات، مع توزيع 2,000 قطعة ملابس ل1,500 مستفيد، فضلا عن التبرع ب3 أجهزة طبية وتوزيع هدايا للأطفال بمختلف المحافظات. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا حول أبرز جهود التحالف الوطني خلال شهر رمضان لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا. شكرا لكم على طيب المتابعة. هاتفيا ينضم الينا دكتور محمد رفاعي عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، برحب بك فندم معنا الى هذه التغطيه. الحقيقه انه في ظل ما يمر به العالم من احداث ومستجدات وتطورات في العالم اجمع، الحقيقه انه دور حضراتكم كبير جدا خاصه في هذه الفتره. تحدث هنا عن موسم رمضان المبارك، لو تحدثني باستفاضه وبشكل مفصل عن جهود حضراتكم. كل سنة وحضرتك طيبة والمشاهدين طيبين بالشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، وإحنا بنبدأ هو في العشر الأواخر من الشهر الكريم، ربنا يتقبل أعمالنا جميعا. يعني شهر رمضان هو شهر الخير، هو شهر التكاتف، هو شهر المشاركة بين فئات المجتمع جميعا. يعني الحمد لله شهر رمضان السنة دي الموسم ده كان جيد جدا، وكان فيه تعاون جامد جدا بين مؤسسات المجتمع المدني والتحالف الوطني لدعم المجتمع المدني في الإطعام بشكل كبير جدا من خلال الكراتين اللي تمت. يمكن حضرتك بالتقرير قلت الأرقام اللي حصل فيها دعم، عدد الكراتين اللي مصر الخير عملتها 750,000 كرتونة توزعت على المحافظات جميعا من خلال التحالف الوطني لدعم المجتمع المدني. الموائد الرحمن وموائد الإفطار اللي هي كانت بتتميز بأنشطة مختلفة، أنشطة ثقافية وأنشطة فنية وتعاون بين المجتمع بشكل جيد جدا
في توزيع الوجبات الساخنه اللي هي كانت بتتم بشكل اكثر من رائع، وجبات ساخنه مميزه اتعملت بالحب، اتعملت بان احنا بنتكاتف مع بعض بشكل جيد. واحنا بنعمل كده في وسط كل هذا الانشطه الموجوده المختلفه من صحه وتعليم وانشطه مختلفه للمؤسسات، لان الشهر ده شهر كله خير وبركه. صحيح. دكتور محمد، زي ما كنت بتحدث في البداية، الحقيقة إنه هناك العديد من المشاكل الاقتصادية التي يمر بها العالم، خاصة بعد أحداث قطاع غزة وما حدث في 7 أكتوبر الماضي. يعني كل هذه الأمور تلقي بظلالها ليس فقط على الدولة المصرية لكن على المنطقة بأكملها. لو تحدثني عن المنظومة أو الاستراتيجية اللي حضرتكم اتبعتوها خلال هذه الفترة لتمكين هذا العمل التطوعي والخير اللي حضرتك تتحدث عنه. والله حضرتك، هو دايما معدن الشعب المصري بيبان وقت الازمات، وده تاريخ مش بنقوله دلوقتي. يعني ايام كورونا كان اعلى معدل تبرع للمؤسسات المجتمع المدني حدث ايام كورونا. الاوقات اللي فاتت بما تحمل من ازمات اقتصاديه كان فيها تعاون جميل جدا من المتبرعين لاشقائنا واخواتنا من المستحقين. فبالعكس، احنا في وقت الازمات الشعب المصري كله بيقف جنب بعض. التجهيزات اللي عملتها المؤسسات المختلفة ومؤسسة مصر خير على رأسهم، ان احنا من خلال تعاوننا ان احنا كنا بنوفر المواد الغذائية بوقت كافي، ان احنا بنغلفها بوقت كافي، ان احنا بدأنا نوزع فيها من بداية اول اسبوع في رمضان على طول، من اول يوم في رمضان، ان تجهيزات للموائد لتقديم الوجبات كانت على قدم وساق. ويمكن ده بيحصل بالتعاون بين المجتمع المدني بمصر الخير مثلا ومؤسسات الشريكه في المحافظات. احنا عندنا 5500 مؤسسه شريكه في المحافظات، هي اللي بتعمل معانا المطبخ وهي اللي بتجهز معانا الوجبات اللي بنقدمها لاخواننا المستحقين. فمصر دايما بتبلغ رساله دايما ان وقت الازمات بالعكس احنا نبقى اقوى، بنبقى افضل، بنتعاون بشكل اكتر. مش في مصر بس، الحمد لله احنا في رمضان برضو تم عمل قافله لغزه، لأهلنا في غزه ساندتهم في الوقت ده بالذات. نعم، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. دكتور محمد رفاعي، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. بهذا مشاهدينا نكون وصلنا إلى نهاية هذه التغطية الإخبارية. أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.